السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتيس والعقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد وشقة مميزة جدا في الطابق الثاني، ناصية بتطل على ناصيتين. دي الشقة بتاعتنا اللي فيها العرض، وعندي هنا دي شقة الجار. الدور عندي على شقتين، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. عندي هنا ريسبشن كبير ما شاء الله، حرف ال متقسم قطعتين، وعلى يمين هنا موجود صالة توزيع لغرف النوم والحمام، تشطيب مميز جدا. عندي هنا موجود ده الحمام، وعلى يمين هنا موجود أول غرفة نوم، مساحتها ممتازة جدا ما شاء الله، متشطبة كويس جدا، تشطيب فوق ممتاز، تشطيب جبسون بورد بألوان هادية وديكورات ممتازة جدا. الغرفة دي عندي هنا بتطل على الشارع، ما شاء الله شارع عرضه 13 متر، وعندي هنا موجود الغرفة التانية، متشطبة برضو كويس جدا، تشطيب ممتاز، جبسون بورد وألوان هادية وديكورات وأشكال مميزة جدا. الغرفة دي برضو عندي بتطل على نفس إطالة الغرفة الأولى، بتطل على شارع عرضه 13 متر، نطلع مع بعض نبص على الريسبشن. شغل مميز جدا ما شاء الله، وديكورات جميلة جدا، وتشطيب فوق الممتاز، ألوان هادية وراقية وديكورات مميزة جدا. عندي هنا موجود ده مطبخ أمريكاني، دلوقتي المطبخ من الأمام متجلد ومتصمم من الطوب الفرعوني، شغل مميز وممتاز ما شاء الله. نبص على المطبخ من الداخل، عندي هنا ده المطبخ، ما شاء الله مساحة ممتازة جدا، نطلع مع بعض نبص على البلكونة ونشوف رؤية الشارع.
عندي هنا موجود البلكونة تشطيب وتراس رائع جدا. البلكونة عندي هنا بتطل على ناصيتين، شارع عرضه 13 متر، رؤية واضحة ممتازة جدا ما شاء الله. على نهاية الشارع ده موجود البحر، الشقة تبعد عن البحر ب10 دقايق بالظبط ماشي. للبحر وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة في الطابق التاني ناصية، تاني طابق بعد الأرضي، العمارة عبارة عن 5 طوابق. وعرضنا في الطابق التاني موجود رخصة بناء مسجلة في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكاملة العدادات كهرباء وماء، زي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 100 متر، عبارة عن غرفتين نوم وريسبشن كبير قطعتين ومطبخ أمريكاني وحمام وصالة توزيع الغرف وبلكونة كبيرة. السعر 260,000 جنيه كاش. السعر قابل للتفاوض، والسعر بالدولار 16,000 دولار. وكان مع حضراتكم من داخل مكان أحمد بهجت صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعونا بلايك، تشتركوا معنا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض كويس وفوق الممتاز، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.